وبقيت آلاف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر وآيات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أو يهتدي فيها الفاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أرحب بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر المبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال من الصيام والقيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم كذلك. وباسمكم أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، حياكم الله يا قاضي. الله يعافيكم ويكتب أجركم وأجركم جميعا ونفعنا الله بعلمكم ويضاعف حسناتكم. آمين، بارك الله فيكم. قاضي بارك الله فيك، كنت في لقاء ماضي أنا وأنت تكلمنا عن بعض أحكام الصيام، وسألتك في لقاء ماض عن يوم الشك وأنه كان لكم بحث في هذه المسألة، فقلت نرجوه إلى لقاء قادم، وقد أتى هذا اللقاء. اللقاء، ما هو يوم الشك وما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا يوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان، إذا لم يكن قد طلع الهلال فلا ندري هل سيكون شعبان ناقص أو كامل. ما هو حكمه؟ هذا عند بعض علماء ومنهم علماء المذهب الهادوي قالوا أنه يستحب صيام يوم الشك، ويحتجوا بأدلة. الدليل الأول الأحاديث العامة التالع على فضيلة الصيام من حيث. الدليل الثاني ذكرها الأمير الحسين في كتاب الشفاء أنه روي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الشك. والدليل الثالث قالوا إجماع أهل البيت عليهم السلام على مشروعية صيام يوم الشك، وهذا الأدلة كلها لا تصح للاحتجاج، وذلك أن الصيام الذي وردت في فضائل الصيام عامة، وما من عام إلا وقد خص، وهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في الصيام إلا في يوم آخر شعبان، فقد وردت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وغيرهم، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا رمضان في يوم ولا يوم، وورد حديث آخر صوموا لرؤية وافطروا لرؤية فإن غم عليكم فاكملوا العدة، وفي رواية أخرى فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا أحاديث مروية من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة في النهي عن التقدم، أننا لا، فهذه الأدلة مخصصة للأدلة العامة التالة على الترغيب في الصيام، وقد قال العلماء ما من عام إلا وقد خص. الدليل الثاني قالوا أنه روي عن أم سلمة أنها قالت أن النبي صام يوم الشك، والجواب هذا الحديث لم نعثر عليه في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولا هو وجدناه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تقريره ولا من فعله، وليس له حظ من الصحة، وما زالت هذه معركة علمية ما بين العلماء، ولم نسمع أن أحدا من العلماء زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الشك. والجواب عن قولهم أنه أجمع علماء العترة النبوية
على أنه لا يشرع، أنه يشرع صيام الشاك، هذا نجيب عنه بأنه ليس هناك إجماع. والدليل على هذا أنه قد خالف في المسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء في مجموعة الإمام زيد بن علي أن الشهر نقص، وصادف أنهم ما صابوا إلا وقد فاتهم يوم، فأمرهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنهم يقضوا اليوم الذي فاتهم، دليل على أن علي بن أبي طالب لم يصم الشك ما دام وقد أمرهم بأن يقضوا الصوم. لو كان صام الشك ولو كانوا صاموا الشك في عصره لما أمرهم أن يقضوا ذلك اليوم الذي فاتهم. الخلاصة أن صيام الشك غير مشروع، ولا سيما وقد ورد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابي إذا قال لشخص: أنت قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه ما يأتي بهذا الكلام إلا والإنسان قد فعل شيء غير مشروع، إنما هو محرم، مثل ما قال أبو هريرة لمن رآه خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أبا هذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وعلى ذلك يعني هل هذا القول الذي قال به أصحاب المذهب تفردوا به من جملة المذاهب؟ الظاهر أنه روي أيضا عن الإمام أحمد والله أعلم عن استحباب أو أنه مستحب، أنه مستحب صيام يوم الشك. نعم، لكن الصحيح الذي ذكرته أنتم الأدلة تدل على العدم. ما أدري يا قاضي، ما يعني أنت أوردت أنه في بعض الأحاديث يستشهدون بها وبعضها قد لا تكون صحيحة وبعضها لا يعني لا يرتكز عليه قول في هذه المسألة. هذا جرني إلى قضية أنه في أحاديث يعني تشتهر في ألسنة الناس ويتداولونها الناس، ويعني وكأنك جمعت في هذا ولو مبحث بسيط في كثرة الأحاديث المشتهرة لكنها غير صحيحة. ما هذا؟ مؤلفات كثيرة. نعم، هل أنت تسأل عن الأحاديث الذي اشتهرت وليس لها أصل؟ عن هذا أو لا عن الأحاديث المصحفة؟ لا، عن الأحاديث سأسألك عن الأحاديث المصحفة وعن هذا، فأفدنا. الأحاديث الذي اشتهرت كثيرة، بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها ضعيفة وبعضها موضوعة وبعضها عبارة عن حكمة وبعضها عبارة عن مثل وبعضها لا يصح أيضا ألا تكون لا حديث ولا مثل ولا حكمة. مثل قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه، هذا لا يصلح أن يكون لا حديث ولا أثر ولا حكمة. نعم، لأنه سيناقض الإحسان، والإحسان هذا مشروع. طيب، الإحسان مشروع بالأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فإذا قال اتقي شر من أحسن يعني لا تحسنش، وهذا غلط. نعم، لا تحسنش معارض للأدلة الشرعية. لكن يمكن أن احنا نجعل مثال أو حكمة ونقيده بقوله اتقي شر ما أحسنت إليه من اللاء، على ما قال المتنبي: إذا أنت أحسنت، إذا أنت أحسنت إلى الكريم، إذا أنت أحسنت إلى 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 الكريم ملكته، إذا أنت أحسنت، إذا أنت أعطيت الكريم ملكته، وإن أنت أحسنت إلى اللئيم تمرد. تمرد. هيا هذا يمكن أن نصحه بهذا، أما غيره فقد جمع العلماء مؤلفات. عندي عدة مؤلفات، من جملتها كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث الدارجة على الألسنة للعلامة السخاوي. نعم، وكتاب أسنى المطالب في الأحاديث على المراتب للعلامة البيروتي، وحديث اللآلي المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيودي، وحديث عدة أحاديث تمييز الطيب من الخبيث
فيما يجري على ألسن الناس من الحديث للعلامة التيبع، مؤلفات كثيرة وردت على ذلك قاضي. كثير من الحديث التي يقولها الناس، يعني مثلا النظافة من الإيمان، حب الوطن من، لا يشغلن قارئكم مصليكم مثلا، هذه كلها مشتهرة. مشتهرة حديث حب الوطن من الإيمان ليس بحديث مرفوع، لا صحيح ولا شيء. حب الوطن من الإيمان ما بش علاقة بهذا. فأبو جهل كان يحب وطنه، لكن ليس له، ولكنه كافر. نعم. وسلمان الفارسي لا يحب وطن بلاد الفرس الذي هاجر منها، يحب المدينة ويحب مكة وهو مؤمن. فلهذا الكلمة هذا غير والنظافة من الإيمان كحديث، وكذلك النظافة بهذا الرثبابش، لكن وردت أدلة أن النبي قال تنظفوا. نعم. وأيضا الغوص والوضوء وغير ذلك. طيب أنتم قلتم يا قاضي كأنني أقصد أحاديث مصحفة، ماذا تقصدون بالأحاديث المصحفة التي صحيحة؟ في بعض في كتاب مصطلح الحديث لابن الصلاح جعل باب مخصوص بعض الأحاديث المصحفة، ومن جملتها حديث قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، وهو وأتبعه ستا من شوال، فكأنه صام الدهر. التصحيف هذا غلط، يعني أي صوم ولو 3 أيام على هذا. نعم. ولهذا نحذر من يخطب أو يرشد الناس أنه يتحرى، نقول لا تأتي بحديث إلا من الأحاديث الصحيحة، ولا تعتمد إلا على كتاب رياض الصالحين أو غيره من الأحاديث، ولا تعال على كتاب تنبيه الغافلين أو غيرها من الكتب الذي جمعت الغث والسمين. هل هو من التصحيف يا قاضي من أتى إلى المسجد بسكينة وقار، هذا من التصحيف؟ هذه قصة وردت في كتاب هز القحوف شرح قصيدة أبي شادوف، هذا قصيدة الشعبي المصري. نعم. ألفت أيام الممالك، وبعدها شرح الشارح هذا بكتاب هز القحوف، وأتى بعدة قصص شعبية. نعم. متواردة عند أهل الريف والبدو المصريين، ومن جملتها أن بعض الفقهاء وصل إلى مسجد من المساجد وأراد أن يصلي صلاة الجمعة، فلاحظ أن كل واحد قد كان يصال ومعه قفة مغطاية وفي وسطها ثار. قفة يا قاضي يعني احنا عندنا في صنعاء نعرف القفة، هذا مشهور المعنى، وعاء وعليه غطاء غطاية. هذا القفة في وسطها ثار، فكان يسألهم فيقولوا اسأل إمام المسجد وسيخبرك. جاء باب المسجد وبعه أيضا قفة وفيها سكين، فسأله فقال بعد الصلاة سأخبرك، فربما فرغ من الصلاة أخذه إلى بيته فأخرج له كتاب يقول فيه ائتوا صلاة الجمعة بقفة مصحف وسكينة وفار. قال مشوا هكذا، هو قال ائتوا صلاة الجمعة بسكينة وفكه ووقار، ولكنك حينما كتبته صحفته، فقعدت ائتي صلاة الجمعة بسكينة وقفة وفار. هذا من التصحيفات الذي أنتجت عدة غلطات وعدة استفسارات. هل يا قاضي كذلك تصحيف بعض الكتب من ذلك؟ بعض صحف مثل ماذا يا قاضي؟ مات والده وهو أمي لا يعرف القراءة. نعم. وقام ببيعها لأن الكتب كتب لوالده، قالوا الكتب خير مكتسب وشر موروث. نعم. لأن يكسبها العالم بفلوس كثيرة لحب العالم، فيأتي الوارث ليس بعالم فيبيع بأخس الثمن، ويغلط في اسمه فيقول هذا الكتاب
ما اسمك؟ قال التنتنف في القفة وهو التنبيه في الفك، فيصحفف ويقول التنتنف في القفة. وهذا الكتاب اسمه النخر وهو كتاب البحر، وهذا الكتاب اسمه المغني وهو كتاب المغني، وهذا الكتاب اسمه المغاني والبنات وهو المعاني والبيان، وهكذا وهل مجرا. وهذا الكتاب ما هو؟ قال الفانوس المخيط وهو القاموس الوحيد. والعلم السامج يا قاضي على هكذا، والعلم السامج على هكذا. وقال ايضا العلم السامج وهو قال العلم السامج وهو العلم الشامخ، وقال العلم السامج والفتح الكبير الظاهر سيقيسون على هذا. خيرات، بارك الله فيكم يا قاضي، نفع الله بكم. لعلي أقف لكن عندها. لا تنفع القراء، اسألني عن المسائل التي أبشر لكن انتهى الوقت، وأبشر سيكون إن شاء الله في لقائنا القادم. اسألني عن المسائل التي تنفع المستمعين، هذه لا تنفعهم. لا لا، ما يأتي منكم إن شاء الله فيه نفع وخير كبير للسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا ومن هذا المكان المبارك أشكر فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، وأتمنى أن تكون ليلتكم سعيدة ومباركة. أجدكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت آلاف السنين تتلو كتاب وجودنا، في طيه سر دفين، في طيه عبر وآيات تردد كل حين طورا تلاقي معرضاً.